لكن لا هي أول مرة بالقائم. هذه كرة عالية ممكن 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 يبعدها الدفاع. إيكوبان يحولها في مكان ممتاز. الله هدف روعة، هدف دراغوشين المدافع الروماني الذي من النادر أن يسجل، ينهي التعادل السلبي المدافع الروماني رادو دراغوشين يسدد هذه الكرة، لعبها على الطائر ولا يصدق أنه سجل. طبعا هذا لاعب مدافع وكان احتياطي في يوفنتوس، يعني ما بلعبش مباريات الآن، هو يسجل مع جنوة. رادو دراغوشين 1-0. هذا تخيلوا أول هدف له على الإطلاق في السيريا. الرجل مش مصدق نفسه، ولكن هدفك جميل، هدفه جميل هذا المدافع الروماني. شوف اللي عملها باص، يا لعيب يا هابس، اللي عملها هابس اللاعب السورينامي. تمريرة قوسية عالية جدا، وقبل أن تستقر على الأرض لعبها حسب الأصول قوية في شباك مونتيبو ليتقدم جنوى على هلاس فيرونا. لنشاهد شيئا